على الأرض في غزة قتل ونزوح ودمار، لكن هناك في واشنطن ورقة من أوراق الرهان لدونالد ترامب وكامالا هاريس لجذب أصوات الناخبين الأمريكيين. فمع اقتراب موعد الانتخابات تتصدر حرب غزة ملف السياسة الخارجية لكلا المرشحين. لو كان شهيد مش خسارة فرنبو. هاريس أحيت ذكرى 7 أكتوبر بزرع شجرة تذكارية في مقر إقامتها بواشنطن، فيما كان ترامب منهمكاً في لقاء زعماء يهود في نيويورك، مؤكداً مجدداً أن هجوم 7 أكتوبر لم يكن ليحدث لو كان رئيساً. بحسب مراقبين فإن ترامب وهاريس يوليان أهمية خاصة لملف الحرب على غزة، أملاً في زيادة أسهمهما وتعزيز فرصهما بالفوز في الانتخابات، رغم إدراكهما أن الشأن الداخلي أكثر أهمية بالنسبة للأمريكيين. فكلا المرشحين يريد تعزيز موقفه بالتأكيد على أن سياسته الخارجية ستجنب الشرق الأوسط حرباً إقليمية واسعة، مع تعهدهما بالاستمرار بدعم إسرائيل والحفاظ على أمنها. هذه المواقف بحسب مراقبين يستهدف من خلالها ترامب وهاريس الظهور أمام الناخب الأمريكي في صورة الزعيم القوي القادر على وقف واحتواء وتجنب الصراعات والسيطرة عليها وإبراز قدرته على إعادة واشنطن للعب دور أكثر فاعلية في القضايا الدولية. ما رأيكم؟ هل يؤثر ملف الحرب في غزة على نتيجة الانتخابات الأمريكية؟